صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بسؤال بيقول إمتى تحتاج أن أنت تبرر اللي أنت عملته والمين؟ في مقولة بتقول أنك لا تبرر ولا تشرح، فأصدقائك يعرفون جيدا ما تحتاج أن تفعله ولا يحتاجون إلى تبرير، والناحية الثانية أعدائك لن يصدقوك مهما قمت بعملية التبرير. في ناس كتير قوي بتقول انه التبرير ملوش اي لازمه، ان احنا مش لازم نقعد نبرر افعالنا، لكن ده سؤال حلقتنا النهارده هساله لجومانا. ممكن تساله لي عادي؟ اتفضلي يا فندم. والله شاذلي، بص يعني انا مش من الناس اللي بتفضل التبريرات الكتير عامه، لان بحس دايما الشخص اللي بيبرر كتير ده دايما بيبقى هعمل اللي في دماغي وبعدين اقول اي كلام. يعني دايما التبرير المطلق في كل موقف ده مش معقول، دايما افعالك مش مفهومه، يعني مش معقول أكيد. ممكن، لكن انا امتى ممكن ابرر؟ ابرر في حاله ان انا ممكن اكون ضايقت شخص سواء قريب مني او بعيد من غير ما اقصد، او في حاله ان انا طلب مني تبرير، يعني حد عنده علامه استفهام على موقف او على قرار اخدته وحابب يفهم انا ليه عملت كده، فجمانة مثلا ليه عملتي كذا او كان ايه السبب ورا ده، عشان 1 2 3، ومش شرط مبرري بالمناسبه يقنعك او يكون مناسب ليك تماما. توضحي وجهه نظرك وخلاص. بالظبط، وجهه نظري. امتى ممكن اعتذر او امتى ممكن ارجع عن قرار خدته، او لما يكون الفعل او القرار اللي اخدته مؤذي للشخص اللي قدامي باي شكل من الاشكال، او نوع من انواع جبران الخاطر كمان. انت ذكرتي برضو نقطه كويسه جدا طبعاً. حد اعرفه قريب مني او مش قريب مني حتى، لكن الموقف حسيت ان هو فهمه غلط، فبالتالي انا مطلوب مني ان انا ابرره واوضح انا ليه عملت كده، سواء بقى هو اقتنع او ما اقتنعش، لكن انا بالفعل وضحت وجهه نظري. طيب امتى بقى انت ممكن تبرر؟ لا، انا بشكل عام انا ببرر افعالي، سواء فعلا زي ما انت قلتي اللي اعرفه او اللي ما اعرفوش، كنوع من انواع جبران الخاطر. لو حد ما اعرفوش او فهم حاجه غلط او كده ممكن ان انا اعمل كده، ولو حد اعرفه قريب مني، صحابي فعلا القريبين مني برضو انا بالنسبه لي بوضح لهم بعض الامور لو حصل خلط للاوراق زي ما بنقول، او لبس في بعض المفاهيم او الامور، لازم اوضحها لاصدقائي لاهلي لاصحابي، فانا دايما اوضح، لكن مش تبرير زايد عن الحد. انا عملت ده عشان ده نقطه، يعني عارفه مش فاتح باب طبعا. وكمان بيبقى في بعض الحاجات اسباب شخصيه، مش لازم يعني اقعد اشرح كل حاجه في نفس وانا ببرر مثلا موقف، مش لازم اشرح كل اللي عندي. انا وضحت انا عملت ده عشان حصل 1 2، شكرا. سواء هو فهم او ما قدرش الكلام اللي انا قلته، لكن انا في النهايه بررت ووضحت وجهه نظري، وده حرص مني عليه طبعا. يعني بالمناسبه يعني الاختلاف في وجهات النظر مش لازم انت تبقى صح وانا ابقى صح، مزبوط. ومش لازم مبرراتي تقنعك او مبرراتك تقنعني، يعني ممكن يكون كل واحد فينا عنده وجهه نظر، الاثنين صح او الاثنين غلط، بس كل واحد فينا عنده وجهه نظر، عنده اراء معينه، عنده طريقه، مبادئ، ايا ما كان، مش لازم خالص نقنع بعض. فكره كمان ده هياخدنا لنقطه ثانيه، فكره ان انت عندك في ناس عندها حته ان لازم ارضي كل الناس، فطول ما انا ماشيه لازم ابرر افعالي، طول ما انا ماشيه لازم اقول انا عملت كده. طبعا طبعا ده فانا بحس ان الشخص ده فعلا يعني من الشخصيات او من الناس اللي بتبقى دايما عندها مشكله في حياتها، لان انت مستحيل ترضي كل الناس اي مكان بقى، مستحيل تعرف ترضي كل الناس. صحيح. والبيئه بشكل عام اللي انت عايش فيها، لو انت شايف ان هي دايما انت محتاج تبرير لتصرفاتك، اعرف ان البيئه دي غير صحيه تماما لانك تكون موجود فيها. لازم الناس على الاقل القريبين منك يكونوا فاهمينك، وزي ما جمانة كانت بتقول دلوقتي ان انت في بعض الاوقات بتبرر كتير جدا لان انت مقتنع بوجهه نظرك وبتعمل اللي انت عايز تعمله، لكن مجهز التبرير بتاعك تقوله في النهايه. في بعض الاوقات برضو بيكون التبرير ده عدم ثقه من الشخص في نفسه طبعا. للاسف طبعا بيبقى دايما محتاج زي ما بيقال كده عليها المصطلح اكسبتنس، بيبقى مستني القبول من اللي قدامه لكل افعاله، فعشان كده بيبرر طول الوقت، بيبرر طول الوقت عشان مستني ان اللي حواليه يقولوا له انت صح، لا انت عندك حق. مش محتاجين على فكره طول الوقت ان اللي حوالينا دايما ان هم يقولوا لنا انتوا صح او انتوا عندكم حق، لا، في مواقف احيانا حتى يا شاذلي بحس ان في حاجات ما لهاش مبرر غير ان انا مش مرتاح نفسيا. على فكره ده مبرر وحقي طبعا، يعني ده في حد ذاته سبب، ده في حد ذاته مبرر، فمش شرط لازم يبقى عندي سبب يعني قوي جدا ان انا خدت موقف او ان انا قررت ان انا ما كملش في مكان، ما كملش في كلامي مع شخص او في حاجات يعني مش مرتاحه خلاص. صحيح. طيب على اي حال ده سؤالنا اللي هتلاقوه على صفحه البرنامج، امتى تحتاجوا ان انتوا تبرروا اللي عملتوه والمين؟ خلينا نعرف اجابات حضراتكم من خلال السؤال الموجود على صفحتنا على فيسبوك،
اكيد هنستنى اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.